الورد سيدي يعني مناسبة ديالو مفاجأة قوية ديال انتيلاسيونال ديال العالم كامل، واللي هي المرأة شخصية بارزة مسيرة ديال الحياة، يعني عيد مفاجئ واحد اللي هو يعني تكرس عندنا في المغرب ولا في الدولية مزيان. والورد كيتمشى على حسب المناسبة، كيستافدوا منه شوية الناس، والناس هي كتاخذ واحد المفاجأة كافية. الأثمنة خويا ميان كاين 15، يعني الغوص كاين الأحمر 20، ما بين 20 و 25 على حسب، شوية قليل ما كاينش عليه الطلب، والورد قليل على حسب العامين هذيك شوية الماء قليل، كاين في كينتج في المناطق على حسب الماء قليل، كان عليه القبول أكثر باش يكون شوية زايد في الثمن على حسب العراسي تا هما خاسرين مبلغ كبير. بالنسبة 8 مارس أخويا كيديو يعني من الطرف، ولكن الناس من الطرف، ولكن الله يحسن العون كيجي واحد شخصية بارزة اللي هي تاخذ على حسب جهدها، واللي هي طبقة معينة على جهدها، وطبقة اللي معينة تا هي مسكينة تا هي كنساعدوها على جهدها، إنه ما تحرجش واحد. تماما هذا هو التسيير ديال الحرفة. الأحمر هو اللي كيتباع الأول، كاع ما كاينش كاع هو الأحمر كيتباع الأول، يعني على حسب عيد يعني حب الحياة مثلا، على حسب عيد المرأة كيمكن ليها تاخذ عيد الميلاد ديال عيد الميلاد ديال الحب ديال الحياة ديالها وخا والدها الأسرة ولا خيري، تيكون غالي على 14 جوج، تيكون غالي يعني غالي عليه دوبل. في المعنى يعني غالي عليه دوبل على حسب حب الحياة، حب الأولاد، حب الكذا، حب تاريخي كيتكلاص التاريخ بأنه احتفلت بداك النهار ديال الحب ديالها اللي هي ولدات ودخلت في حب الحياة، حب التسيير، حب ماشي حنا ماشي محدودين، حب واحد اللي مالا ما كاينش هذاك الشيء، تحبوا حب الحياة تسير صرف قرايات تسير الأسرة فيها بزاف، يعني حياة الذكرى ديالها المرأة تتكون واحد المفاجأة ما عندهاش ثمن. نقول لهم مبروك أسيدي ومبروك يعني ألف مرة على حسب المرأة مسيرة بالحياة، عندها بزاف ديال الإشكال في الحياة ديالها، يعني بحال قلتي أنت الراجل تيخدم تيعيا كاع من موراها، هي تتاخذ غير ليلة جوج ليلات في السبيطار ما وعاد من ديك الخدمة كاملة ديال الراجل، يعني كتكون عندها شخصية بارزة بالنسبة للحياة ديالها وديال الأسرة وديال الأخير، تتكون واخدة الحمل قوي، يعني تاخذ السعادة ديالها. مبروك لها ألف مرة ألفين مرة.